الكل في فاس على قول الشاعر. مدينة فاس منذ تأسيسها على يد مولاي إدريس في القرن السابع جمعت وراء الجدران ديالها علماء وأدباء مشهورين وحرفيين معروفين حتى خارج المغرب. منذ 1000 سنة مدينة فاس عرفت مزيج من الثقافات من خلفيات متعددة. داخل أسوار وجدران للتاريخ ديالها كيرجع للقرن 13، مدينة فاس كنوها عرب، أمازيغ، يهود، أفارقة وبعدهم أندلسيين اللي حقوا نجاح في تطوير التراث الفاسي مبني على الفخامة والذوق الرفيع. في المدينة القديمة الفنون والحرف ما زال مستمرة ورجال ونساء محافظين على ورثة هذا التراث. الملابس اللي كارتديوها آل فاس هي ربما القصة الحقيقية ديال المدينة، وكتبقى اللبسة الفاسية هي رمز هذا التاريخ. عليكم. حلقة اليوم غادي نبداوها من باب وجلود في مدينة فاس، وشكون منا ما كيعرفش اللبسة الفاسية؟ هاد اللبسة التقليدية اللي كتميز بها المرأة الفاسية في ليلة العرس ديالها. فاليوم حنا غادي نتعرفوا على أدق التفاصيل في اللبسة الفاسية، كيفاش كتصوب، شكون هما الصناع التقليديين ولا المعلمين اللي كيساهموا في الإنتاج ديال هاد اللبسة التقليدية، وبطبيعة الحال غادي نتعرفوا في الأخير على الشكل النهائي ديال اللبسة الفاسية. الكتابات التاريخية نادرة على الملابس النسائية بالنسبة للمرأة المغربية، لكن في القرن 16 المؤرخ الحسن بن وزان وصف اللباس الفاسي بطريقة راقية ومميزة. اللبسة الفاسية عرفت تأثيرات داخلية وأيضا خارجية خاصة من الشرق والأندلس. وباش نعرفوا كيفاش كانت اللبسة الفاسية في الماضي غادي نزوروا متحف البطحة اللي كيحتضن معرض على فن العيش الفاسي في قرون سابقة. هذا المتحف ما بين المتاحف الكبيره اللي كاينه في المغرب، واللي تاسس في 1915 وتقريبا فيه 7700 تحفه. 500 تحفه هي اللي معروضه بطريقه دائمه، والباقي في معارض في مخزونات من اجل المشاركه في معارض دوليه وكذلك في المعارض المتنقله. يعني تقريبا 60% ديال هذه التحف اللي تتواجد هنا تشارك في الخارج. الحاج علال هو حرفي وعاشق للثقافه الفاسيه الشعبيه، ومعاه بغينا نعرفوا شنو تعني اللبسه الفاسيه للمراه في المجتمع الفاسي. ما كاينش وثائق على اصل هذا اللباس، ولكن كنعرفوا ان الحرفيين العصريين كيستافدوا من القدماء باش يضيفوا تحسينات طبعا بالطريقه الخاصه ديالهم. هذا الثوب هو تيتسمى الثوب ديال الخريب، وهذا الخريب كانت مختص بالدرازه ديال واحد العائله اللي كانت تتسمى ولاد بن الشريف، ولازالوا يعني منهم تركه يلاه ديالهم، لان هما تيخدموا هذا الثوب ما تيتخدمش بالماكينه، تيتخدم بالمرمه. والصانع التقليدي لا يمكنه ان ينجز اكثر من 60 70 سنتيم في اليوم، لان عنده واحد المنسج فيه واحد العدد ديال الخيوط وعدد الالوان. فكما ترين انه فيه الحرير اللي هو احمر والرباط والرمادي والابيض، بالاضافه الى الصقلي. والصقلي هذا كان حر، باش يلا انت تشوفه خدزت عليه قرنين ولا ثلاثه ديال القرون. احنا لازلنا نشاهد انه الصقلي مازال بحال تقول عاد تخدم يلا البارح خيار. هذا مخيط بالسفيفه، بتزيري واحد تيتسمى تزيري واحد غير بالسفيفه، وداك السفيفه يعني جمعها يلا العقاد، العقاد عين وعقده حتى الجليل، يعني العقده من الطوق لحتى الجليل عين وعقده غير. وهذا يلا اللي مغطيه به يلا العروسه تيتسمى تخليله، دايرين لها تخليله من فوق يلا منها. وعاده ما تيكونش هذا الغطاء يلا اللي هذا الا يلا عند الناس اللي ما عندهمش المضمه ديال الذهب. اما في التالي كانت يلا تتكون يلا المضمه ديال الذهب، ما غادي يحجبوها شيء بهذا التخليله اللي هي يلا من التحت. وكما تنشاهدوا كاين يلا الاقراض ديال الودنين
ديال الودنين يلا الحلقات ديال الودنين اللي هادو ما تيلكبوشي في الودنين مصقوبين تيتكروشو من فوق الودنين ولكن راهم دابا يلا مغطين. وكذلك كاين يلا يمكن تكون المدجه ديال الجوهر ولا داك التخلل ديال الذهب اللي هو يلا منزل يلا على الصدق ديالها. فهذا ما غادي يمكن لي يلا نقول لك. والراس يلا دابا هنايا ها هو دا يلا مغطي وهذا يلا هذا الحزام يلا باش يغطيو الدره اللي في اللي في الراس، في حين انه كان الله يرحمهم قديما تيديروا حتى الحنطوز خيار. هذه اللبسه هذه هي معده اليوم ديال الفرح ديال العروسه يوم تزف الى زوجها، فهي يلا معده هذه اللبسه لان من افخم لباس. هناك يلا بعد البنات اللي هما فقيرات اللي ما كانش عندهم باش يقتنيوا هذا اللباس كانت تطلبوا اما النقافه تجيبوا له ولا كانت واحد الدار وقفا في مدينه فاس على هاد الفقيرات تتعطيهم الدار وتتعطيهم اللباس والاواني وكل شيء. وهذا مع الاسف هاد الاحباس مازال كاينه ولكن لا تستعمل يلا اليوم لانه جدودنا الله يرحمهم حبسوا هاد الشيء واليوم يلا ما بقاش. سي دغيلي شكرا لك. شكرا على هاد المعلومات. اللبسه الفاسيه هي اللبسه ديال العروسه وكتبقى تتويج على اتقان عمل يدوي ديال صناع التقليديين وهي ايضا تحفه. اهل فاس كيعتبروا الحصول على هذه اللبسه امتياز ومفخره لانها مخدومه باليد ومكونه من مواد رفيعه من الجوده العاليه. اي مكان في مدينه فاس كيذكرنا على الحضاره والمستوى العالي اللي وصلت ليه المدينه في تاريخها في جميع المجالات. الحل الوزني معلم في البروكار منذ 50 سنة وفي المحل ديالو عنده مرمى كيعود التاريخ ديالها لقرن من الزمن. وبصفة عامة حركة المعلم ما تغيراتش وبقت هي من جيل لجيل، حادة ودقيقة فيها دمج في الرقص وتناسق اليدين والقدمين مع عبور تقاطع ديال الخيوط بألوان رائعة وجذابة. المنتوج النهائي هو البروكار أو ما يسمى الخريب وهو عبارة على توب رفيع من الحرير فيه رسوم بالخيط ديال الذهب والفضة والإنجاز ديالو كيطلب مهارة كبيرة ودقة عالية. في الزناقي ديال المدينة القديمة كيتوجد المحل ديال الحاج الوزاني وتم خدينا موعد معاه. الحمد لله. الحمد لله. المعلم الوزني انت الوحيد في المغرب اللي مازال كتصاوب البروكار بالطريقه التقليديه، شنو اللي خلاك مازال محافظ على هذه الطريقه حتى لهذا اليوم؟ ايوا هذه الهوايه ديالي انا، هذه هي الخدمه ديالي من اول ملي كنت صغير وانا في هذه الهوايه بقات سابعه لا من حتى النهايه. ما يمكنليش باش نبدل، اش غادي نبدل؟ واش انا غادي نبدل شي حرفه؟ ما بقى لي ما نبدل لا حرفه ولا صنعه ولا كنشوف هنا الشكل ديال البروكار اللي كتصاوبهم. شنو الالوان اللي كيتستعملوا ولا شنو الزواقه اللي كتكون؟ لا انا هادشي تنصوبو بالكوماند على حساب كندير لهم الديسانات كاينين والزواقات كاينين ولكن تنصوب لهم الشهوه اللي بغاو هما، كندير لهم الشنطيه اللي بغات تنصوبو لهم. كاين اللي كيبغي بالصقلي، كاين اللي كيبغي بالحرير، كلها على حساب الشهوه ديال العيالات. شحال من عام وانت تبارك الله كت ايوا قول دابا هادي شي 56 ولا 55 عام وحنا فيها. 56 عام. عرفت ان اميتر ديال البروكار كيطلب منك نهار كامل ديال الخدمه، شنو هو اللي صعيب في المهنه ديالك؟ حيت كنعرفوا ان البروكار كلها صعيبه، ماشي كلشي صعيب فيها، كلها صعيبه، الا ما كانش عندك العقل وما كانش عندك الضمير ديالك ما غادي تصوبهاش، غادي تسمح فيها وتمشي بحالك. كاين شي حاجه مبدله شي، الا بغيتي تخدم الصالح بغيتي تخدم غيقضي الغرض تخدم 2 متر ولا 3 متر ما كاين حتى مشكل، ولكن فاسد ما صالحش. سي الوزني كنعرفوا ان البروكار الا ما كانش ما كايناش لبسه الفاسيه.
ايوا لابد ضروري هذا هو اللي مازالين في التقاليد ديالهم، هذه هي العاده اللي كيعملوا لابد من اللبسه الفاسيه ضروري. واش مازال اليوم العريسات كيجيو عندك حيت كنعرفوا ان الثمن ديالو غالي شويه، فواش مازال اليوم العروسات كيجيو يصوبوه ولا؟ ايوا لابد اللي كتبغي تفرح ببنتها ولا بالعائله ديالها كتجي لابد كتصوب القفطان ديال البروكار حيت ما كاينش. داك البروكار خاص ما فيه لا نيلو ولا شي ماده ما صالحاش، كلشي هادشي فيه غير الماده تقريبا الحرير والصقلي والارض كلشي مزيان. البروكار ديال شحال هادي ود اليوم واش كاين شي فرق كبير في الزواقه في الالوان؟ لا الزواقات كانوا محدودين زمان، كان الخريب وكان البهجه وكان الطرز، هادو هما اللي كاين. دابا طورنا ولينا درنا الديسانات اللي بغاو، حتى المراه الا بغات شي زواقه ولا بغات شي حاجه كنصوبها لها جديده على حسب الشهوه ديالها. واش اليوم كاينين عندك شي وليدات كيجيو بغاو يتعلموا هاد الحرفه ولا؟ لا الوليدات ما بقى يجي حتى واحد دابا في هاد الساعه ما بقى يجي حد. علاش؟ صحيح حيت كيشوفوها صعيبه وتيخصو المصروف وخصو باش يقضي، دابا هادشي ما كاينش الوقت، كلشي ما عندوش الوقت لا اللي صغير ولا اللي كبير، كيخصو باش يقضي حاجه. واخا تعطيه داك البركه ما غادي يقبل شيء، كيما تعلمنا حنا ما غادي يقبلش هو داك الشيء. واول مره خصو يبدا من الاول، اصبح معلم. ومعلم ما غادي يوصل لهاش الا ما ضرب شي تماره وسار واحد الوقت طويل ما غادي يربح شي مع هاد الصنعه. البروكار كنشوفوا هذا هو في الشكل الاخر اللي كيكون عليه، شنو هما المراحل اللي كيدوزوا منها قبل ما نشوفوا على هذا الشكل هذا؟ ايوا المراحل ديالو طويله، فيه الصفيح وفيه الطي وفيه العقيد وفيه سميتو جا العدد المراحل، وعاد صوب المرمى وعاد توجدها وعاد صوب الديسانات، داكشي كيكون واحد المسافه طويله فيه، ماشي يقبط توجدو، ما يمكنش باش توجدو. المرمى الا جيتي توجدها خصك على الاقل واحد شهر ولا شهرين. شهر ولا شهرين باش تبريباري مرمى. وقت طويل كيما قلتي خاص الصبر. الا ما صافي الا ما صافي شنو قلت لك، الا كان خصو غير الفلوس راه ما غادي يربح حتى الوقت. معلم وزني شكرا لك، شكرا بزاف على هذه المعلومات اللي عطيتينا، الله يعاونك. تبارك الله عليكم، الله يعاونك. اذا هنا مشكل مطروح. البروكار التقليدي اللي هو نتيج قاعده اللبسه الفاسيه الحقيقيه اليوم صباح مهدد بالانقراض، والملاحظ ان الحداثه والمعاصره اثرت بشكل سلبي على هذا اللباس. شنو تطور في الصناعه ديال العروسه دابا؟ تطورت، تطور الفصاله وتطورت الخدمه، خدمات سريعه بحال دابا السفيفه، كانت السفيفه شحال هادي، كانت السفيفه ديال اليد، كانت المعلمه ديال اليد هي اللي كتخدم السفيفه، كانت ديك السفيفه ما كيوقعلهاش المشكل، كانت ديك السفيفه لان كتخدم بواحد الماده، كتخدم باليد وكتصوب لها كتحكها كتدلكها بواحد الدلك، كنقولوا حنا دلك باش كتولي مبسوطه وداكشي. هذيك واخا تفزق ولا تيبس ولا دوز 5 سنين ولا 10 سنين ولا هكاك تبقى على الاصل ديالها، ماشي بحال السفيفه دابا اليوم ديال الماكن. السفيفه ديال الماكينه دابا كيجي الوقت ديالها كتلبس بحال واحد اللباس عادي وكيمرض غير قاسها غير المراه كتولي تجمع وداكشي. هذا هو المشكل ديال الصنعه، الصنعه دابا هذا هو مشكلها، لان اليد العامله ديال الصنعه وتا الماده دابا اللي كتخدم هاد الوقت هاد الطلب اللي كاين دابا ما يمكنش يكفيه اليد العامله. لو كان هاد الطلب دابا اللي كاين دابا الطلب الخدمه، لو كان تجي في المثال اليد العامله غادي تخدم داكشي ما يمكنش يخدم. دابا حنا براسنا اليد العامله واخا داكشي قلال، وهكا ملي كنمشيو ندورو على المعلمات السيفه ما تلقاهاش، المعلمه الضفيره ما تلقاهاش، كل حاجه الحاجه اللي فيها اليد كلها كتتعطر. هذا هو المشكل الصناعه. مشينا عند خياطة عصرية باش نسولوها كيفاش كتواجه التغييرات في اللبسة الفاسية، حيث بالتأكيد أن التطور كيجي أيضا من طلب ديال السيدات. مريم شكرا لك على الاستضافة، حنا جينا عندك اليوم باش نتعرفوا على القفطان الفاسي. لالا مرحبا بكم. القفطان تاع اللبسه الفاسيه هو هذا كما تتشوفوا، هذا قديم عنده اكثر من 60 عام. تتكون عنده الفصاله، كانت عنده الفصاله ديال الكم في محوته، وتيكون الكول طالع شويه، هو تيكون الثوب ثقيل بزاف حيت كله مخدوم باليد والمنكب صغير، تيكون فيه موديل واحد. شنو اللي تغير اليوم في القفطان ديال اللبسه الفاسيه؟
القفطان ديال اليوم وقعوا فيه بزاف نتاع التغيرات، واخا هكاك تنحافظوا على الاصاله ديالنا وفاس معروفه بالقفطان الفاسي. بحال دابا الثوب ولينا تنديروا بحال هكا، بحال هاد الثوب غير هو تيكون خفيف شويه على هذا ثقيل بزاف، ولا عندنا المنكب فيه كبير حيت ما تيكونش مخدوم باليد كله، قليل اللي تناخذوا اللي تيكون مخدوم باليد، وتنديروا فيه الفصاله على حسب العروسه كيف باغياها. غير هو شي حوايج ما تيمكنناش نبدلوهم، تيبقى القفطان الفاسي هو القفطان الفاسي. وبالنسبه للخياطه؟ بالنسبه للخياطه ولينا كاين بحال دابا ولاو بزاف ديال الناس تيبغيو دابا داكشي طرو شارجي، كنزيدو اما زواق، تنزيدو حجار، كنزيدو تحتاني باش ما تيبقاش شي قفطان تيولي لبسه، بزاف على حسب الكليانه شنو كتطلب. بالنسبه للالوان عرفنا شفنا ان القفطان الفاسي هو اغلبيه كيكون في الخضر ولا في الابيض ولا في الاحمر، واش مازال المراه الفاسيه محافظه على هذه التقاليد وعلى التشبث ديالها بهذه الالوان ولا دخلوا تغييرات؟ لا، ولا بد تتبقى المراه الفاسيه محافظه على الاصاله ديال القفطان، واخا تنزيدوا فيه شي حاجه تتبقى ولا بد محافظه على اللون الخضر ولا بد، ولا على حسب حيت ديك البروكار باش نصاوبوا لبسه القفطان الفاسيه فيه الوان خاصين به. ريم شكرا لك على هذه المعلومات، الله يعاونك. في مركز التكوين للصناعه التقليديه ديال مؤسسه محمد الخامس للتضامن عندنا موعد مع واحد من اكبر صناع التقليديين في المغرب والاختصاص ديالو هو الحلي. سي بوجمع، انت كبير المعلمين في المغرب في صناعه وصياغه الحلي، نبغيو نعرفوا معك شنو هما لي بيجو ولا لي زاكسيسوار المهمين في اللبسه الفاسيه. اللبسه الفاسيه فيها بزاف ديال الاشياء. اللبسه الفاسيه كتخصها تكون فيها مضمه ديال الذهب والشوكة والحلاقات والتاج والتخمال، تيكون في لبسه بلديه فاسيه. هادو هما الحوايج اللي تيكون في لبسه فاسيه. 50 سنه تبارك الله عندك ديال التجربه، بغينا نعرفوا شكون اللي علمك هذه الحرفه نهار الاول. هذه الحرفه انا قبضت على اليهود اللي كانوا في مدينه فاس، منهم تلمدت على يديهم على كبار المعلمين ديال اليهود. شفناك في الورشه وانت يا حريص على انك تلقن الجيل ديال اليوم هذه الحرفه هذه، فكيفاش كتمر العمليه؟ كما قبضنا حنا تندوزوها عاود، كما قبضنا على الناس اللي قدام قبضنا حنا كندوزوها عاود للشبان ديال اليوم. واش الشبان ديال اليوم عندهم ذاك الصبر الكافي باش انهم لا ماشي صبرناش بحال صبرنا حنا، رغم ان الامكانيات ديال اليوم الحمد لله احسن من الامكانيات اللي كانت شحال هذه. الامكانيات دابا ديال اليوم موفره الحمد لله، جميع الوسائل موفره. حنا ما تعلمناش التعلم باش يتعلموا به هما، اذا هما عندهم المسائل ديالهم واجده، كل شيء مودرن، كل شيء عصري، والحمد لله لا بيجوتري طورت واحد التطور سريع، لاننا من ناحيه الاصاله وزنا فيها المعاصره. المعاصره هي لا بيجوتري مودرن، مريناها مع الاصاله وخرجنا ايزارتيكل بحال اللي كتشوفي دابا. لا سانتور ديال دابا ماشي هي لا سانتور ديال شحال هذه، لا سانتور دوجوردي هي فيها دابا لي زيمرود، فيها لو سيرتي، فيها لي روبي، فيها الاشياء بزاف. شحال ما كانش لو سيرتي، كانت نبات، كان بحجر واحد اخر، دابا حجر في شكل، والامور قاعده تطورات ومزيانه. كنوصلوا لهم كنبلغوا لهم حنا هادشي باش حتى هما يتعلموه، هما خصو يكونوا راه الاشاره وحنا نبلغوا لهم. واش كاين اقبال الشباب اليوم على صناعه كاين الحمد لله وجود الحمد لله كاين، غير انا اللي كننصح الشبان ديال اليوم خصهم يكونوا صبارين. الحمد لله كل شيء موفر لهم، وما يكونوا صبارين كما صبرنا حنا، وما يوصلوا كما وصلنا حنا حتى هما يوصلوا بجاه الله ان شاء الله. شكرا لك سي بوجمعه. شرفي، الله يعاونك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سنة فاطمه، انت دابا غادي تلبسي العروسه، بغيناك تشرحي لنا كل مرحله في هذه اللبسه. ان شاء الله ان شاء الله بسم الله. هذا الحزام، هذا قفطان الخريبة فاسي على أصله. هذا الحزام اللي كنديرو
باش العروسه ما كتضرش، لان غتلبس ثقل من الفوق، داكشي الفاسيه ثقيل، ما كنديروش نظمه باش ما تدخلش هنايا في، كنديرو هاد الدره. اول مرحله هي التحزيمه. هي التحزيمه، القفطان، الخريبه اصيلي والحزام، عاد نبداو المسائل الاخرى. بعد المرحله الاولى كتبدا النقافه تحط كل حاجه في بلاصتها. كترد البال باش كل جزء ديال اللبسه يكون في محله بحال في الميزان. كل جهه ديال الوجه والجسم ديال العروسه خاصها تكون متوازنه مع الجهه الاخرى باللبه والتاج والحلي. كترد البال باش كل جزء ديال اللبسه يكون في محله بحال في الميزان. والعشق نار الغرام من حالة صباف عدايا قامور، كل واحد دار من قامور، مهجتي وضحاب حسامو مع سهامو، يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراض هاد الدامي، غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوان بالرحمة. في الاخير كتحط نقافاتو ديال البروكار على العروسه من تحت التاج اللي كيكون فوق الراس. وكتدوزو من بعد تحت الكتف وتغطي به العروسه حتى الرجلين باش كتجي الصوره كامله بحال شي ملكه في عهد الفراعنه. وهادشي علاش في مدينه فاس اللي كتقن هاد الحرفه كتسمى معلمه نقافه. صنعة فاطمة تبارك الله عليك، حنا كنشوفوا اللبسة الفاسية في الشكل ديالها النهائي، بغيت نعرف واش المرأة الفاسية اليوم مازال كتحرص على أنها تلبس اللبسة الفاسية في ليلة العرس ديالها؟ شادي نقول لك، الفاسية عمرها ما كتنتهى، وأي عروسة كتقول لك إلا ما كانتش الفاسية ما درت والو، ما درتش العرس. أنت كيفاش؟ واخا كتلبس اللباس ودير داك الحاويه وديك المسائل كلها ضروري من اللبسه الفاسيه. ضروري اللبسه الفاسيه، كتقول لك انا ما درتش الفاسيه، الا ما درتهاش في العرس كديرها في النفاس حتى تتولد، وكتقول لهم جيبوا لي الفاسيه ندور بها نلبسها وندور بها. لالا فاطمه شكرا لك. الله يبارك فيك. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليك بنتي، الله يبارك فيك، الله يطول لي في عمرك. اذا المعلمه النقافه هي اللي عندها المهاره والتجربه باش ترفع من قيمه هذه اللبسه، حيت كاين طقوس خاصة اللي كتبين فيها النقافة الخبرة ديالها كلها. اللبسة الفاسية اللي تيميزها انها ميمكنش مستحيل تلبسها المرأة الفاسية بوحدها، ماشي بحال الناس جبد حل ماريو لبس. اللبسة الفاسية الا بغيتي تحضر اللبسة الفاسية خصك تحضر الناس اللي تيلبسوها واللي عندهم خبرة كبيرة اللي هما النقاقف، بمعنى ان الجودة داخلة حتى في طريقة اللبس. تتجبر ديك النقافه فين تتبان الكاليتي ديالها وفين تتبان الجوده ديالها، تتبان في الشده اللي تيسموها الشده، يعني ملي تتكون من الراس للرجلين اللبسه الفاسيه هابطه مسيكه كما تنقولوا، داك الشيء مزيون ومعوط ومقاد وحسب لا فورم ديال المراه الفاسيه. اذا هنا النقافه تتجيها واحد الحاجه مهمه، شنو هي؟ هي العام كله وهي تتواصل مع الاسر الفاسيه، العام كله هي تتواصل معهم، عندها جوج محطات مهمين اللي يمكننا نعتبرهم بانهم هم الطريقه اللي تتشهر بهم الجوده ديالها وشنو عندها هي في هذا المجال اللبسه الفاسيه. عندها المحطه الاولى وهي ابيضي، وهذا ابيضي يمكننا نقارنوه بحال دابا الطائفات دابا ديال التقاليد عيسى والى اخره، ملي تيكون الموسم دمو لادريس تتحاول كل طائفه تبين شنو عندها. نفس الشيء النقافه كانت ابيضي عندها كوسيله باش تشهر راسها وباش تبين اللبسه الفاسيه شنو قيمتها. فشنو هي؟ تيقبطوا واحد العصا طويله ديال الخشب وتيجلسوا النقاقف ويجلسوا يلبسوا لديك العصا بحال اللي تيلبسوا للمراه الفاسيه، اللبسه الفاسيه محطوطه حداهم بالذهب ديالها بكل شيء، وتيجلسوا يلبسوا لديك العصا.
وتيديروا لها القفطان الخريب يدوروا عليها ويديروا لها المنخار بحال يعني باش بان عروسه، ويديروا لها اللبه ويديروا لها الجهر وكل شيء. ديك العصا طويله تدي واحد 3 المتر هكاك الطول او 4، وتيجي هذاك اللي تنسميوه حنا زرزاي بالدارجه، هو ولد سيدي ولاد سيدي اللي كاينين في الرصيف عندنا، وتتعيط كل نقافه 3 ديال ولاد سيدي او 4 على حسب شحال عند هاد المجوره. تنعرفوا المجر شنو هو، هو داك المجر ديال الدك ديال الذهب اللي عند، وتتعيط للزرزايه وتهزوا 3 الابيض ديال 4 وتخرجوا في الحفلات. كانت الحفلات ديال القصر، نتا تكون شي حفلات ديال القصر تيخرجوا نقاف يعبروا على الفرحة ديالهم في نفس الوقت، تيبريزونتيو تيستعرضوا اشنو عندهم في هذا المجال ديال اللبسة الفاسية. كانت المناسبات الوطنية، المسيرات اللي تتكون مثلا الاستعراضات إلى آخره وطنية، دائما تتجبر ديك أبيض مهزوز هكا هزينه ونقاقف غادي اللور تيتقلوا الصلاة والسلام إلى آخره، والناس في الطريق واقفين تيتفرجوا وتيشوفوا. يكتب المكتوب. رغم تغييرات الحداثة والمعاصرة، كتبقى اللبسة الفاسية تعبير أكثر أهمية للمرأة الفاسية، خاصة بالتشبث ديالها بالتقاليد المغربية القديمة. في حفل الزفاف، عرض العروسة باللبسة الفاسية هي دائما لحظة فرح وعاطفة، هي بقايا تراث عميق. وهذا الزي الفخم هو تعبير على ذاكرة حية لكي يعكس تراث تقليدي المغربي الغني والأصيل اللي من واجبنا نحافظ عليه الأجيال القادمة. أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة، ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها.